أساسي كثير وأفراد عائلة كثير، وشكرا على هذا التصويت. شكرا سيد الرزاق في الوضوح. سنمر إلى جائزة أخرى، هي جائزة الترجمة. لاحظوا معي وأستسمح بدل السادة رؤساء اللجان إذا كانوا يطيلون قليلا، ولكن فعلا هم في صلب الموضوع لأنهم لا يكتفون بتقديم النتائج ولكنهم يعططون الآليات التي تشتغل بها اللجان ويقترحون ربما مقترحات جديدة مهمة وقيمة. مثلا حكاية أن تنفتح اللجنة على خبراء من خارجها، يعني هذا مقترح مهم بالنسبة إلى أي حد يمكن أن تتبناه رسميا الجائزة. إذا ربما التفكير في مجموعة من الكتب قبل أن تعلن أو قبل أن يعلن العنوان الفائز، هذا قد يتيح لنا على مسألة اللوائح التي تقوم بها جوائز عربية ودولية أخرى من لائحة طويلة وقصيرة، وهذا كله بالنهاية سيصب في خدمة الإشعاع الذي يجب أن تطلع به الجائزة كآلية من أجل دعم الكتاب والترويج له وخلق نقاش حوله بصدده. نمر الآن إلى الجائزة الموالية وهي جائزة الترجمة مع كلمة الرئيس لجنة الترجمة الأستاذ إسلام الشتاوي. أهمية هذا الكتاب في الحقل الأدبي أو
وهذه كانت سنه الادبي المقبوله وكذلك تستمد اهميتها من كونها هذه المترجمه تشكل عنصرا من مشروع ترجمه الاعمال الكامله لشكر، وهذا مشروع حقيقه نادر لان في غالب الاحيان تترجم فقط بعض الكتب ولا تترجم مجموعه الكتب لكاتب واحد. وهذه الترجمه بجانب اخر تتميز بجوده اللغه وسلاستها وخلوها تماما للغه فضلا عن علاقه الطبع. مئات اخرى كتاب Memories of Absence How Muslims Remember Jews in Morocco المترجم الى العربيه تحت عنوان يهود المغرب وحديث الذاكره يستمد جدواه من اهميه الموضوع التاريخيه والانثروبولوجيه ومعالجته بمنهجية علمية رصينة تستجيب لمختلف المعايير العلمية، كما أن الترجمة تستجيب للشروط المطلوبة من حيث الوضوح في تعبية المعنى وسلامة اللغة ودقتها. اللجنة حاولت أن تفكر في موضوع الترجمة بصفة عامة، وأنتم تعرفون أن في الحقيقة لا يمكن لأي بلد أي ثقافة من الثقافات أن تتقدم إلى الأمام دون أن تستوعب الموجود في الحقل الثقافي العالمي، ونحن الآن مع الأسف مقصرون كثيرا في هذا الميدان. لذلك حاولت اللجنة أن تعطي بعض المقترحات، وعلى الخصوص المقترح حول إحداث مشروع وطني للترجمة. الجائزة الأولى الصحيحة. بالنسبة للجائزة للتأليف للأدب المغربي بكله، وتكريم أيضا لروح الكاتب المغربي الكريم محمد الشكري، هي جائزة قيمة العمل ديالي أنا كمترجمة من العربية إلى الإسبانية. الكتاب الذي حاز على جائزة المغرب للكتاب في صفة الترجمة هو كتاب للمرحوم محمد شكري مجنون الورد، وهو عبارة عن مجموعة قصصية مكونة من 14 قصة، وهي من منشورات دار النشر الكرامي الوطنية الإسبانية. شكرا نجار، واهلا وسهلا بكم ومبروك التتويج. هم كيان المدني والرجل الجزائري لمحمد شكري. ادعو لكي يسلمك الجائزه المؤرخ المدني المغربي المستمع بحق المريض. اول فائز بجائزه المغرب الكتاب سفر عليك كان ملاحظ. سفر عليك انه لم يكن الجائزه اليوم ولكنه فاز بها 65. الجائزة مصطفى رجاء لجزء من المجهود لما تشارش به هو أنها بحثت على إمكانية أن يسمح لها بالترجمة، وحصلت على ترخيص الترجمة من العائلة. ألف مبروك. إذا الداء والمحفظة العجيبة والورد العلم. ألف مبروك. صورة ربما صورة للذكرى. ألف مبروك كلمة رجاء. مساء الخير. أشكر في البداية وزارة الثقافة في شخص معالي الوزير، أشكر اللجنة لجنة التحكيم التي أعطت وقت لتقديم ترجمتي إلى اللغة الإسبانية مجنون الورد اللوكو دي لاس روسس. أنا جد سعيدة بهذه الجائزة لأنها تكريم للأدب المغربي المعاصر لكي
يعرف من الإسبان ومن كل البلدان بلدان أمريكا اللاتينية، لأن الترجمة هي بالنسبة لي تمد جسور ثقافية. فإذا الشكر الجزيل هذا بالنسبة للتكريم لروح المرحوم محمد شكري الذي أسعى إلى ترجمة أعماله الكاملة إن شاء الله إلى اللغة الإسبانية. ترجمت هو بورس وعجلة طنجة، جون جوني في طنجة، ترجمة جديدة للخبز الحافي مع تصرف فيه عنواني البانسيتاس، وذلك مقترح مع من الكاتب الإسباني هوان ويكي سولو، وآخر عمل هو مجنون وورك، وإن شاء الله سأقوم بترجمته سوية في طنجة ومجموعة القصصية الخيمة. أفكر لو كان شكري موجودا معنا اليوم لنتقال بكل افتخار دون شك. وأخيرا استطاع مجنون الورد قتل الخبز الحافي. شكرا لكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا بجد. وفعلا كان الراحل شكري نائبا يتشكل الخبز الحافي، ويرى انها تقف على مسيرته. الفيلم التالي وجائزته.